مشاهدينا الكرام في كل مكان برحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب موضوع حلقة اليوم هو العابر بولس رسول المسيح لا أستطيع أن أقول أني اعتدت على السجن فهذه ليست المرة الأولى لكن أنا قد سجنت مرات ومرات بسبب المنادات بالإنجيل لكن هذه المرة ينتابني احساس مختلف عن المرات السابقه اشعر بان اخر فصل في كتاب حياتي يكتب ان ما في السجن من صعوبه يتمثل في الانفصال عن الاحباء عن كنيسه المسيح التي اقتناها المسيح وفداها بدمه كم اتوق للتواجد مع المؤمنين بالمسيح كم أتوق إلى الصلاة معهم ولأجلهم للعبادة للمسيح بالروح والحق كم أتوق إلى تلميذي الأمين تلميذي الأمين تيموثاوس وكذلك أيضا تيتوس ورفيق رحلتي وخدمتي الطبيب الأمين لوقا هكذا كان يشعر الرسول بولس في سجنه في روما أتخيلوا أيضا بإرشاد الروح القدس يمسك ريشة وقطعه من البردي ليكتب فيها اخر رساله لتلميذه تيموثاوس وكان الروح القدس يقول له خلاص يا بولس مهمتك وخدمتك اوشكت على الانتهاء وقريبا ستلتقي مع من تشتاق للوجود الدائم في محضره مع شخص يسوع المسيح المخلص فبعد أن توقف لوهلة ممسكا الريشة في يده ويده ترتعش لكن قلبه يهلل وينحني لكي يكتب ما يشعر به لتلميذه الحبيب تيموثاوس فيقول له في الرسالة الثانية وفي الأصحاح الرابع: فإني أنا الآن أُسكب سكيبا ووقت إنحلالي قد حضر قد جهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي حفظت الايمان واخيرا قد ودع لي اكليل المجد الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل توقف الرسول بولس عن الكتاب للحظه واسترجع شريط حياته يا على جمال هذه الرحله قال هذه الرحله التي بدات من اكثر من 30 سنه لا يمكن ان اتخيل حياتي بدون هذا اللقاء الذي لا يمكن ان يمحى من الذاكره اليوم الذي فيه التقيت بالرب يسوع وجها لوجه، اليوم الذي قال لي انا يسوع، صرت فيه انسان جديد وخليقه جديده، يا لا عظمه محبه شخص الرب يسوع المسيح فمحبته فائقه المعرفه بل محبته هي التي تحيط بي وتحاصرني كل يوم ولهذا لا يوجد شيء يمكن ان يفصلني عن محبه الله التي في المسيح يسوع اليوم احبائي اريد ان اتحدث معكم عن بولس العابر نعم فبكل المقاييس هو عابر عبر من الظلمه الى النور، من الموت الى الحياه. وما اكثر الذين اعرفهم هذه الايام الذين اختبروا هذا العبور في حياتهم، عبروا من ظلمه الاسلام الى نور الحياه والايمان مع شخص الرب يسوع. بولس عبر عبر من الحياه المتزمته المتشدده الحياه ايضا السلفيه الارهابيه لكي يكون تلميذا للمسيح اللي حصل في حياه بولس حصل لان المسيح حي ولان المسيح حي فهو يغير الحياه ولانه حي فهو مازال يغير ايضا حياه الملايين في عالمنا العربي الى يومنا هذا المسيح الحي يغير إلى التمام، لكن خلونا نسمع بولس الرسول. نسمع حياته ونسمع اختباره. بيقول إيه عن حياته قبل الإيمان؟ وبيقول إيه عن اختباره الذي غير حياته، قصة تجديده. لأن قصه تجديد بولس الرسول هي مثال للعاتدين ان يؤمنوا بمعنى ايه؟ بمعنى انها نموذج لكل شخص يريد ان يعبر من الظلمه الى النور. وعشان كده النهارده هنسمع حكايه بولس وعبور بولس. وهذه الحكايه ما زالت بتتكرر الى يومنا هذا. وبالاخص في قناه الحياه. ومع مشاهدين قناة الحياة. فمنذ أن بدأت قناة الحياة من 16 سنة والرب كل يوم بيفرحنا بأمثال زي بولس عبرت من الظلمة إلى النور. لكن خلونا نرجع لبولس الرسول. ولو كنت أنت كمشاهد أو أنت أختي المشاهدة عبرتم من الظلمة إلى النور. نحب نسمع منكم. وان كنت لسه عزيز المشاهد بتفكر او ان انت يعني شاعر ان الرب بيقودك في هذه الرحله فبصلي انه حلقه اليوم تكون بركه لحياتك فتعرف يسوع المسيح الذي يغير ويخلص الى التمام كمل مع بعض حكايه بولس حكايه بولس الرسول هنكمل هذه الرحله والتي اصلي انه زي ما بولس لم يقصي قلبه عندما ظهر له يسوع المسيح وكلمه فعبر وقال ماذا تريد مني ان افعل يا رب اصلي النهارده ان تكون الحلقه فعلا بتنتج من هذا السؤال في حياتك ماذا تريد مني ان افعل يا رب حياه بولس حياة بولس قبل الإيمان كلنا نعرف حياة بولس قبل الإيمان بولس ولد من أسرة يهودية تنتمي إلى سبط بنيامين وولد في مدينة مدينة اسمها ترسوس في ولاد في ولاية كيليكية الواقعة في آسيا الصغرى اللي هي النهاردة تركيا. وغالبا غالبا يعني معظم المفسرين آه بيقولوا لنا انه ولد سنه خمسه او سته آه ميلاديه آه ولد الرسول بولس. كان اسمه عند الولاده شاول عشان كده كان يطلق عليه شاول الترسوسي شاول الذي ينتمي الى مدينه ترسوس واسم شاول هو اسم اول ملك على شعب إسرائيل الملك شاول كان بولس أيضا يحمل الجنسية الرومانية فهو كان عنده بنسميها دول سيتيزنشيب عنده انتماء اليهودي كيهودي وعنده أيضا الجنسية كانت جنسية رومانية حاجة الثالثة أنه بنعرفها عن بولس الرسول أنه اهتم منذ الصغر بدراسة الشريعة اليهودية واتنقل الى اليهوديه علشان يتعلم اكتر رجع الى المكان اللي بيعلم فيه الشريعه اليهوديه وهو مدينه اليهوديه منطقه اليهوديه والتلمذ على يد اشهر معلم في الريسي في ذلك الزمان وهو غملائيل كويس بولس ايضا تمسك بالناموس تمسك بالناموس وبالشريعه واصبح فريسي غيور متطرف في معاداته لكل ما هو غير يهودي وبالاخص الايمان المسيحي. صار هدف بل غايه بولس الرسول هو ان يحارب الايمان المسيحي بشتى الطرق. كل الوسائل ممكنه وكل الحلول مطروحه زي ما بنقول على الترابيزه. كويس الاقناع اللي يجي بالاقناع العنف مع اللي ما يجيش بالاقناع وابتدا بولس الرسول اول لما بنقرا عن بولس الرسول بنقرا عنه عندما رجم اول شهيد للمسيحيه وهو استفانوس بنقرا عنه في اعمال سبعة وبدايه اعمال ثمانية بنقرا انه الشهود الذين شهدوا ذورا على استفانوس وضعوا هدومهم وملابسهم عند رجلي شاب كان يدعى شاول وبنقرا ايضا في بدايه اصحاح ثمانية من سفر الاعمال ان شاول كان راضيا بقتله ده مش بس راضيا ده كان قلبه بيهلل لانه استفانوس تم رجمه هكذا كانت حياه شاول لكن خلونا نسمع منه ماذا يقول هو عن حياته قبل الايمان؟ وزي ما قلت الهدف من الحلقه دي ان احنا ندرك انه لا شيء مستحيل عند الرب. فالرب يستطيع ان يغير كل انسان يمكن حياتك ما ما بتتسمش بالعنف وبالاضطهاد وبالسلفيه وبالارهاب اللي كان موجود عند بولس الرسول، لكنك متزمت في تمسكك بالديانه اللي انت ولدت فيها. انا عايز النهارده تفتح قلبك لعمل الله لان الله وان كنت بتتفرج على الحلقه دي فالله له هدف وله غرض من حياتك، مفيش حاجه بتحصل بالصدفه. فتعالوا نشوف هو قال ايه عن حياته اول حاجه بنقراها انا هرجع الى اعمال الرسل اصحاح 22 بيقول في اعمال الرسل 22 انا رجل يهودي ولدت في ترسوس كيليكية ولكن ربي ربيت في المدينه مؤدبا عند رجلي غملائيل على تحقيق الناموس الابوي وكنت غيورا لله كما انتم جميعكم اليوم واضطهدت هذا الطريق، المسيحيين كانوا يطلق عليهم اصحاب الطريق او اتباع الطريق لان المسيح قال عن نفسه انا هو الطريق والحق والحياه. واضطهدت هذا الطريق حتى الموت، خلوا بالكم من قسوه حتى العبارات اللي بيستخدمها، اضطهدت هذا الطريق حتى الموت مقيدا ومسلما الى السجون رجالا ونساء، ما فرقتش. لا سبت النساء في البيت وأخذت الرجال لكن أنا كنت باخد النساء والرجال كما يشهد لي أيضا رئيس الكهنة وجميع المشيخة الذين إذا أخذت أيضا منهم رسائل للإخوة إلى دمشق ذهبت لآتي بالذين هناك إلى أورشليم مقيدين لكي يعاقبوا كأنه بيسوء سبايا قدامه كأنه بالضبط بيسوق سبايا المنظر اللي كنا بنشوفه دايما في التلفزيون بالاخص مع داعش انه بياخدوا الزيديات وال والغير المسلمين ويربطوهم بسلاسل ويقودوهم كانهم سوري يعني مجموعه من الحيوانات اقل ما يوصف به هكذا كانوا ينظرون اليهم ويسقوهم الى الموت هكذا كان بولس وهو مش بيقلل من كده ولا بيفتخر بكده ده هو بيعايز يقول لنا الى اي مدى نعمه الله بتغير والى اي مدى نعمه الله ممكن تنقل الانسان وتغير في حياه الانسان كمان قال لنا في اعمال 26 في عدد 8 الى 11 فأنا ارتأيت في نفسي أنه ينبغي أن أصنع أمور كثيرة مضادة لإسم يسوع الناصري كل ما يبقى مضاد لإسم المسيح أنا كنت بعمله وقلعت ذلك أيضا وفعلت ذلك أيضا في أورشليم فحبست في سجون كثيرين من القديسين وكأنه بيكتب هذه العبارة وهو بيقول إلى أي مدى أنا كنت جاهل وإلى أي مدى أنا كنت قاسي فحبست في سجون كثيرة من القديسين كثيرين من القديسين آخذن السلطان من قبل رؤساء الكهنة ولما كانوا يقتلون يعني مش بس كان بيسجنهم لكن كمان بيتم الحكم عليهم بالموت ولما كانوا يقتلون القيت قرعه بذلك يعني كانوا بيعدوا تصويت وكانه هو واحد من هؤلاء الذين يحكمون على القديسين بالموت وفي كل المجامع كنت اعاقبهم مرارا كثيرا واضطرهم الى التجديف وإذ أفرط حن حن حنقي عليهم كنت أطردهم إلى المدن التي في الخارج. متطرف إرهابي كلوز ماينديد يفعل باسم الله وكل ما يفعله يفعله من أجل الله هكذا كان يظن وهكذا كان يتصرف. تيموساوس الأولى أصحاح واحد وفي عدد 12 بيكمل القصة بتاعته. بيقول وأنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني أنه حسبني أمينا إذ جعلني للخدمة. كأن بولس الرسول بيقول لو الواحد بص إلى حياته، وبص للي عمله في الماضي، كان المفروض يبقى محكوم عليه بالموت والهلاك، لكن لولا محبة المسيح، التي خلصتني وأنقذتني وأعطتني حياة، ومش بس كده ده المسيح أيضاً أعطاني تشريف بالخدمة. يقول انا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا ولكنني رحمت لاني فعلت بجهل في عدم ايمان. فعلت بجهل في عدم ايمان. وانا عارف انه كثيرين من المشاهدين من خلفيه اسلاميه بيشاهدوا قناه الحياه. وكرههم حتى لإيمان المسيحي مدفوع بجهل. لأنهم يجهلون. لأنهم لو عرفوا لما صلبوا، لكن لأنهم يجهلون. نفس اللي قاله الرب يسوع على الصليب. يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. فعلت بجهل في عدم إيمان وتفاضلت نعمة ربنا جدا مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح جاء إلى العالم ليخلص الخطاه الذين أشرهم أنا ده بولس بيقول كده بيقول إنه أجمل حقيقة وأجمل امر عرفت ان المسيح يسوع جاء الى العالم هدف مجيئه الى العالم انه يخلص الخطاه الذين انا كبولس اشر واحد كنت موجود الذين اشرهم انا ان المسيح جاء الى العالم ليخلص الخطاه الذين اولهم انا لكنني لهذا رحمت ليظهر يسوع المسيح في انا اولا كل انات مثالا العتدين ان يؤمنوا به للحياه الابديه ويسوع وهنا بولس بيقول انه انا كنموذج لاوحش واحد فاذا كنت انا اوحش واحد المسيح خلصني واذا كنت انا اكثر واحد عنفا اساء الى كنيسه يسوع المسيح والمسيح خلصني فكم بالحري كثيرين مثلي واقل مني المسيح ايضا بيخلصه وانا بشكر ربنا لانه شرفني بالخدمه مع كثيرين الاغلبيه من خدام قناه الحياه من خلفيه اسلاميه لكن الرب افتقدهم وغير حياتهم وصار لحياتهم هدف ومعنى وصاروا خدام للمسيح يشهدون عنه وعن عمل نعمته فاللي عملوا الرب في حياه بولس واللي عملوا الرب في حياه هؤلاء ماذا الرب يريد أن يفعله في حياتك عزيز المشاهد لأن المسيح يسوع جاء ليخلص الخطاة والجميع زاغوا وفسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد وأنا بصلي أنه فعلا يكون الكلام ده موجه ليك كمان حاجة تانية بيقولها الرسول بولس بيكلمنا عن اختباره أيضا بصورة اه فيها نوع من التفصيل أيضا فيقول لنا في غلطية واحد وفي عدد 13 إلى 16 فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أنا كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط يعني بزياده يعني بعمل المطلوب مني من رؤساء الكهنه وبزود عليه وكانه يعني كلما بزود كلما انا بنتقم من هؤلاء الذين تركوا اليهوديه وصاروا اتباع لشخص يسوع كنت اضطهد كنيسه المسيح بافراد ليه بولس لكي اتلفها لكي افنيها لكي لا يكون لها وجود ونفس الشيء مازال بيتكرر الى يومنا هذا في كل قرى مصر وفي البلاد العربيه المختلفه ما جماعه المؤمنين جماعه مضطهده والاخوة المسلمين اللي موجود في الموجودين في المدينة او في القرية السلفيين الارهابيين اللي زي بولس كل هدفهم انه لا تبنى كنيسة ولا يوجد جماعة للمسيح يعبدون المسيح في قريتهم او في مدينتهم ما زال نفس الفكر لكن من هذا الفكر ربنا بيفتقد اناس وبيجيبهم لشخصه وبيغير حياتهم عشان كده يقول وكنت اتقدم في الديانه اليهوديه يعني انا كنت شاطر جدا في حفظ الناموس كنت شاطر في تقاليد الاباء كنت شاطر انا كنت الاول على الدفعه بتاعتي كنت اتقدم في الديانه اليهوديه على كثيرين من اترابي في جنسي إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي كلنا عارفين أنه حتى في الجامعات الإسلامية كلما تكون أكثر غيرة كلما تكون أكثر تقدما حتى في حفظ القرآن والأحاديث النبوية وتتعمق أكثر في الديانة الإسلامية كلما أنت تترقى عشان تبقى يعني متقدم عن الآخرين قائد الجماعة كنت أوفر غير في تقليدات أبائي ولكن هنا نقطة التحول ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي دي دي ده التدخل الإلهي بقى اللي بيتكلم عنه بولس أنا بدون هذا التدخل الإلهي ما كنتش أعرف المسيح ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابن في لأبشر به بين الأمم للوقت لم أستشر لحما ودما ولكن فول تدخل الله لكي ما ينقص حياة هذا المائت روحيا المدعو شاول الترسوسي لو حبيت اجمع بقى اجمع الاوصاف اللي قالها كلها عن نفسه قبل الايمان يعني احنا قرينا اكتر من نص، قرينا اعمال 22، قرينا اعمال 26، قرينا ايضا اه غلاطيا واصحاح واحد، وايضا قرينا في تيموثاوس واصحاح واحد. كل ما قاله بولس الرسول عن اختباره. لو حبينا نلخصه هيكون التلخيص هو الوصف اللي قاله حنانيه. حنانيه كان مؤمن موجود في دمشق. في اعمال الرسل أصحاح تسعة ولما الرب افتقد بولس وغيره وقابله على الطريق راح الرب كلم حنانيا وقال له هيجي لك هيجي لك شاول الترسوسي وهقول لك تعمل معاه ايه فاول ما سمع اسمه لخص حياه شاول في عباره قال العباره دي بتقول ايه بتقول كم من الشرور فعل بقديسيك في اورشليم يا رب ده كمية الشرور وكمية العنف وكمية الاضطهاد وكمية الألام التي تسببها هذا المدعو شاول الترسوسي للقديسين في أورشليم كثيرة جدا كم من الشرور فعل بقدسيك في أورشليم وإحنا وقت كثيرة بنسمع عن أشخاص سلفيين ارهابيين وبيكون رد فعلنا دول مش ممكن يخلصوا، دول مش ممكن يتغيروا. اوقات بنقول زي بالظبط حنانيا عنهم، كم من الشرور فعلوا بقدسيك. لكن هل يستحيل على الرب شيء؟ لا الرب يريد ان يخلص مشيئه الله واراده الله هو ان الجميع يخلصون والى معرفه الحق يقبلون مشيئه الله تجاه الانسان هو ان لا يهلك احد منهم كم من الشرور فعل بقدسيك طيب خليني اخذ مداخلة ونكمل مع بعض الأخ أيوب من أمريكا. ألو؟ الو؟ أيوة أخ أيوب؟ آه، نعم أنا على و أه تفضل. أه مساء الخير. مساء النور. آه، أنا أحب أشارك بي... ليكن كلامكم نعم نعم لا لا دون لف دوران يعني بصراحة. دون أتمنى كلامي ما يكون جارح لأي حدا. أحب أن أحكي عن مشاهدة عينية في تحديدا في سوريا والعراق هو اضطهاد من نوع آخر للعابرين هو بتمارسوا القساوسة نفسهم لاني للأسف السلطة اللي كانت حاكمة وما زال حاكمة بسوريا تعتبرون أن أداة ليظهر علمانية المزعومة بالمقابل في امتيازات كبيرة للكنيسة فالقساوسة آه بيصبوا العابرين وكانه أن شخص جاي يلحق الامتيازات اللي السلطه عاطتها لبين قوسين المسيحيين مم. يعني حتى لما هربوا آه وصاروا باوروبا بيقولوا هذول راحوا على اوروبا مشان آه مش مصلحه يعني اني صاروا باوروبا يعني فلسه عم بتشكك بايمانهم ففي نوع من اضطهاد اخر يمارسه الغالبيه القساوسه يعني في تجارب شخصية إذا عابر راح على عنده تفسيس حد يحكي له يعبر تاني يوم المخابرات تطلب الشخص مم. هذا شيء عجيب يعني فبتذكر قصة شاول،, شاول شاول في شاول قبل ما يتحول ففي كثير من القساوسة في سوريا والعراق هم أسوأ من شاول في اضطهاد العابرين تحديدا طيب أشكرك يا أخي أيوب طبعا يعني خلينا برضو نقول انه في أماكن كثيرة للأسف وللأسف أنا بتكلم كواحد من الخدام انه للأسف كنايسنا العربية في مناطق كثيرة غير مجهزة لا فكريا ولا كتابيا ولا لاهوتيا انها تتعامل وتقبل العابري للأسف الشديد في بعض الكنايس في بعض الكنايس عندها وعي، في بعض الخدام عندهم وعي وعندهم ادراك روحي كويس فبيقوموا بالعمل، لكن في عدد كبير من الكنايس الاخرى وفي عدد كبير من الرعاه والخدام ما عندهمش هذا الوعي الروحي او ازاي يتعاملوا هم بيخافوا لأنهم نشأوا على الخوف فبيقول لك لو أنا دخل واحد عندي عابر الكنيسة تاني يوم البوليس هيجي يقبض على كل المؤمنين فأنا سلم واحد علشان الباقيين ي... يعني ينقذوا وده كلام غير صحيح وأنا بصلي و... واحنا حتى هنا في قناة الحياة فعلا بنفكر في هذا الأمر جديا إنه لابد إنه الكنائس العربية الشرقية تقبل وتتعامل مع الوضع الجديد لان الله بيصنع امرا جديدا في عالمنا العربي اللي بيعمله ربنا هذه الايام في العالم العربي لا يخطر ابدا على بالنا من عشر سنين هناك الاف بل الملايين من العابرين الذين الرب افتقدهم في بلادنا العربيه ودول جزء اصيل من كنيسه المسيح وجزء اصيل يحتاج الى ان يحتضن، يحتاج الى ان يتلمذ، يحتاج انه ينمو في معرفه الرب، يحتاج انه يكبر في الايمان، يحتاج انه يبدا خدمه مجيده لسيده زي ما حصل في حياه بولس وغيره، احنا ككنايس عربيه نحتاج الى اعداد روحي وكتابي ونفسي لكيما نقبل الذين خلصهم الرب وكان الرب يضم كل يوم الى الكنيسه الذين يخلصون. فانا بضم صوتي الى صوتك وبالنيابه عن اي شخص انا فعلا كخادم بنعتذر عن اوقات كثيره ان احنا فقدنا هذا الاحساس باخواتنا العابرين. ولابد أن الله يعطينا نعمة لكي ما نقبل إخواتنا العابرين معنا لكي ما يكونوا جزء أصيل من كنيسة المسيح اللي هي بتتكون من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة ومن كل خلفية أشكرك يا أخ أيوب على مداخلتك معنا مداخلة أخرى ألو علي بن عليا علي علي من الجزائر علي أهلا بك اهلا وسهلا بوزه اتفضل انت على الهوا الو الو الخط وقع ممكن تعيد تعيد الاتصال بينا الخط فقد طيب قبل ما يتصل بينا انا حابب الخص حياه بولس بولس السلفي انا سميته او شاول السلفي الارهابي الاثنين دول مع بعض هو قال كده عن نفسه شوف لو جمعنا النصوص اللي قالها عن نفسه والاوصاف اللي قالها عن نفسه هيجي عندنا الاتي انا أحطهم كلهم مع بعض كويس ونشوفهم على الشاشة أول حاجة يقول إيه اتحطوا هذا الطريق حتى الموت اضطهدت هذا الطريق حتى الموت مقيدا ومسلما الى السجون رجالا ونساء اخذت رسائل للاخوه الى دمشق وذهبت لاتي بالذين هناك الى اورشليم مقيدين لكي يعاقبوا عمل امور كثيره مضاده لاسم يسوع الناصري حبس في سجون كثيرين من القديسين ولما كانوا يقتلون القيت قرعه بذلك يعني واحده من الاياد اللي ارتفعت عشان تصوت على قتل هؤلاء او الحكم بقتلهم كانت يد بولس في كل المجامع كنت اعاقبهم مرارا كثيره مجدفا مضطهدا للمسيحيين مفتريا عملت بجهل في عدم ايمان اول او اشر الخطاه مضطهد لكنيسه الله بافراط لاتلفها يعني ارهابي اوفر غيره في تقليدات ابائي يعني سلفي كل دي اتجمعت في مين في بولس شاول الترسوسي قبل ان يعرف يسوع المسيح خلونا ناخذ مداخله اخرى ونكمل الاخ علي من العراق الو 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 مساء الخير مساء الخير هاني يعني على الهواء معك اه تفضل سامعك سلام المسيح معك سلام المسيح طبعا ربنا يبارك خدمتك اخي ومواضيعك انا ما متابعك 100% حتى لا اكون كاذب فيه بس اشوف ردودك وهذا فربنا يستخدمك لاسمه وربنا يباركك اشكرك عزيزي <applause> طبعًا أنا ما عرفت نفسي يمكن أنا علي من العراق بس ساكن في اليونان. فقبلي الأخ المتصل قال كلمة أو عن الكنيسة طبعًا في أوروبا مختلف تمامًا هذا الأمور يعني تروح لي أي كنيسة خاصة الكنائس الإنجليزية دون أن ندخل في مسميات بس اللي أنا صار معي هذا. يعني الامر مختلف تماما تماما يعني اي شخص يعني يدخل الكنيسه او هم دائما يعني المبشرين يجون فالامور تختلف تماما فالموضوع اللي حضرتك اليوم فاتحه اخي موضوع جميل جدا وموضوع مبارك يعني اتصور اتذكر القسيس اللي كان بدايه كنت اروح للكنيسه ودائما كان مشغول معي فيوم في من الايام قلت له اخي اني قبل كنت جدا انسان خاطئ وانسان عنصري وطبعا حضرتك تعرف العراق أو الاكراد والرومان والى اخره السنه والشيعه امور جدا عنصريه فقلت انسان خاطئ وعنصري وما كنت احب الا قوميتي الشخصيه فهل انا يعني مقبول للرب يعني هل انا يعني اخلص مم. في في حياتي في 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 اموري فتكلم لي عن هاي ال... عن الرسول بولس فمن شفت الموضوع يعني جدا تحركت مشاعري و... فحبيت لهذا اشارك وانطي كلام من كلامي مم. واشكرك وربنا يباركك وخليك اوكي <applause> خليك معنا على الخط يا اخ علي ممكن ناخذ شويه مم. معلومات منك تمام آه. تمام مم. انا بشكرك كتير لاجل مداخلتك لانه فعلا يعني اللي عمله الرب في حياه الرسول بولس كانه بيقول انا اقدر اعمله في حياه اي انسان اخر مهما كان عنصري ومهما كان متطرف فكريا لكن الرب يستطيع ان يغير اشكرك كتير يا اخ علي الرب يباركك ويبارك حياتك معنا مداخله اخرى الو الاخ زكريا سلام ونعم الدكتور. سلام ونعم اخي زكريا. الله يحفظك. اسكت على موضوع الحلقة الرسول. يعني الرسول الذي قبض عليه في. ايوه الرسول بولس. ايوه ينتظر حتى يقرر قيصر الروماني ما سيفعل به. وفيما هو سجين يسمح للناس بزيارته بعد ثلاث ايام نوصل بولس الى رومية. يستدعي بعد. هذا اليهود لرؤيته. ونتيجه لذلك يكفي كثير من اليهود الذين في رومية فيقريص لهم بولس. ايوه حتى رأيه. وهو في السجن، صح. امم. طيب، آه. المسيحيين، ويكرز بولس ايضا مختلف الجنود المستخدمين في حراسة وطول سنتين اللتين بقي فيهم هنا. ففي السجن يكرز بولس لكل من يستطيع نتيجه لذلك يسمح حتى اهل بيت قيس. قيس عن من ويصير بعده ولكن آه هو هذا الزائر الذي يكتب على الطاوله انه بولس بولس يعني كان يكتب على الطاوله رسائل للكرام صح ولكن من جديد قد اتى الى هنا لفعل آه يعني على آه. اشكرك آه. اشكرك يا اخي زكريا اشكرك على النص الكتابي إيجي. اللي انت حضرتك قريته اشكرك على ربنا يبارك حياتك طيب لي سؤال بقى مهم ده سؤال ده اللي بيطرح وسؤال اساسي وحيوي وجوهري كيف لانسان مثل هذا ان يتغير ويؤمن بالمسيح ازاي ازاي ده يحصل الناس دايما لما بتتبع ديانات اخرى او بتتغير الى ديانة اخرى غير الايمان بشخص المسيح تتحول من السيء للأسوأ الوحيد اللي بيحول الناس من السيء للاحسن هو شخص المسيح لكن ازاي كيف لانسان مثل هذا ان يتغير ويؤمن بالمسيح الرب يسوع له كل المجد التقى ببولس يقول الكتاب اما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب فتقدم الى رئيس الكهنه وطلب منه رسائل الى دمشق الى الجماعات حتى اذا وجد اناسا من الطريق اتباع المسيح رجالا او نساء يثوقهم موثوقين الى اورشليم وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق، فبغتة أبرك حوله نور من السماء، فسقط على الأرض، وسمع صوتا قائلا له شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس، فقال وهو مرتعد ومتحير يا رب ماذا تريد ان افعل؟ فقال له الرب قم وادخل المدينه فيقال لك ماذا ينبغي ان تفعل. ده اختبار بولس. وانا هنا مش بتكلم ان الرب بيتعامل بنفس الاسلوب مع كل شخص. يعني مش كل شخص عارف المسيح تم هذا الامر بالتفصيل الدقيق زي ما بولس كده حصل معاه انه ابرق نور من حوله والرب كلمه وجها لوجه. لكن انا عايز اخد من النص ده عده حقائق. تساعد كل شخص مننا ان يدرك ما هي الخطوات اللي ممكن تقوده للعبور من الظلمه الى النور. ومن الموت إلى الحياة. من النص اللي احنا قريناه ده هاخد بعض المبادئ. والمبادئ دي هي المبادئ اللي بتطبق في كل اختبار عابر وفي كل اختبار مسيحي، حتى المسيحي الذي ولد في بيت مسيحي. يحتاج ان يعبر يحتاج ان يقبل يسوع مخلص شخصي لحياته لان كل الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله يعني الايمان المسيحي لا ايمان يورث ولا ايمان يعطى باسم العيله الايمان المسيحي هو اختبار شخصي بين الانسان وبين الرب ايه اللي نتعلمه المبادئ اول حاجه عشان انسان يعبر لابد ان يتدخل الله God's intervention تدخل الهي وانا اتكلم عن يعني ايه تدخل الهي لكن الحاجه الثانيه انه بيتحول الشخص من انه متكلم يا ناس تقعد تتكلم وتتهم المسيحية وتحكم على المسيحية لكن يبدأ الرب يعمل في حياتها فتبدأ تتحول من إنها حالة الكلام إلى حالة الاستماع أنا عايز أعرف عايز أسمع عايز أعرف كتير عن الإيمان المسيحي عايز أقرأ الكتاب المقدس أعرف هو بيقول إيه عايز أسمع البعض الخدام بيقولوا عن المسيح عايز أسمع اقتبارات عابرين عن شخص يتحول الإنسان إلى سامع حاجة التالتة هنا بيدرك أن كل خطاياه التي ارتكبها في حق الله أولا وأخيرا كل ما فعل بولس الرسول أدرك أن كل ما فعل من خطايا كانت موجهة إلى شخص الله مش المؤمنين بس هو اضطهد مؤمنين وعذب مؤمنين وحكم على مؤمنين واشترك في الحكم عليهم بالموت لكنه ادرك انه عمل كل ده في جهل وبجهل ضد الله. حاجه الاخيره كان بيوصل الى حاله الاندهاش والارتعاب ثم يسلم حياته للمسيح. خلوني اخذ جزء جزء من ده. كل اختبار تجديد هو تدخل الهي. كل اختبار تجديد هو تدخل الهي الله بيتدخل في حياه الانسان الله بيخترق حياتك علشان ينقذك ويخلصك كل اختبار لكل انسان عارف المسيح بيدرك ان الله اخترق حياته من خلال خدمه سمعتها من خلال برامج قناه الحياه اللي بدأت تخترق حياتك وتسمع وتقارن وتدرك انه في حياه افضل وفي تعليم اسمى وفي معلم هو الذي يعطي الحياه بل افضل حياه. يبدأ الرب يخترق حياتك. حياتك اللي انت حاطط حواليها اسوار، انت في فكرك وفي معتقدك حاطط اسوار حواليك مش ممكن تختارك فجأة تجد الرب بيخترق هذه الحياه. فجأة بتلاقي نبذه في ايدك مثلا بتتكلم عن المسيح، فجأة بتلاقي كتاب بيتكلم عن المسيح، فجأة بتلاقي ان الرب بيدي لك حاجه إن إنك تقراها أو تسمعها فجأة الرب بيخليك تسأل أسئلة ما كنتش بتسألها قبل كده فجأة الرب بيخليك إن أنت تدخل إيه في حالة من الشك فيما أنت تؤمن به والحيرة بتبدأ تفكر تدخل إلهي وأنا عارف إنه مازال الرب بيتدخل الله بيتدخل بأحلام أحلام في حياتنا برؤى ياما كثيرون في هذه الأيام بيروا شخص يسوع المسيح، عابرين كثيرين أتوا للمسيح، إحنا شفنا المسيح، المسيح ظهر لنا، إحنا كنا عمرنا ما نفكر إنه ممكن نبقى بنؤمن بالمسيح، لكن المسيح أتى إلينا. ده بنسميه تدخل إلهي. أنا عندي هنا كتاب جميل اسمه عائلة قضية الحياة. عائلة قناه لا احنا عائله عائله المسيح العائله اللي افتقدها المسيح ومن البرامج كمان الجميله سواء الاختبارات اللي بنسمعها على قناه الحياه او اختبارات الاخوه السودانيين البرنامج اللي بيقدم اختبارات اه لاخوه سودانيه او اه مغاربه ومسيحيين كلها اختبارات جميله 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 او اختبارات الاخت اماني والدكتور خالد وغيرهم من الذين عبروا وعرفوا الرب يسوع لكن كتاب ده جمعنا فيه من المراسلات اللي اتت لقناه الحياه اختبارات كثيره جدا اكثر يمكن من الف الف وخمسمائه اختبار او تعليق وانا حابب اقرا بعض الاجزاء لانها بتورينا عمل الله في حياه الانسان بعض الاشياء دي اخت مغربيه بتقول انا اسمي انا احتفظ بس بالاسم علشان يعني انا اسمي كذا متزوجة من المغرب انا وزوجي من خلفية اسلامية من المغرب ولكن في يوم 13 اتنين 2004 جاء صديق لزوجي وطلب مننا ان احنا نعيره نديله يعني شنطة للسفر لانه يريد الذهاب الى المغرب فاعطيناه اعطاه زوجي الحقيبه وبعد شهر تقريبا ردها لنا وعندما فتحناها وجدنا في داخلها الكتاب المقدس باللغه العربيه فادهشني هذا لانني اول مره ارى فيها الكتاب المقدس اخبرت زوجي الذي بدوره كلم صديقي على انه نسى كتابا مكتوبا بالعربيه فلم يتذكره صديقي فقال له زوجي بالتحديد انه كتاب يتكلم عن المسيح فضحك صديقه وقال لزوجي ان يرميه في الزباله او او ان يحرقه لان رجلا يقوم بنشره بنشر الدعوه المسيحيه اهداه اياه في المغرب. طلبت من زوجي ان يعطيني الكتاب المقدس لكي اقراه ووافق ومنذ ذلك اليوم بدات بقراءه في كل اوقات الفراغ حسب عملي وبكل صراحه الكتاب المقدس جذبني من النظره الاولى كما وبدا زوجي ايضا بقراءته وبالتمعن فيه، اعجبنا به وتعلمنا منه الكثير عن الحكمه وعن الحب وعن الصدق وعن الاحترام لهذا امنا انا وزوجي واسرتي بالمسيح. ده اسمه ايه؟ تدخل الهي. ازاي وصل الكتاب المقدس ده هو اساسا صديقهم اللي خد الشنطه حد اداله الكتاب المقدس ده وهو مش عايزه فراح حطه في الشنطه يرجعها مره تاني ده اسمه تدخل الهي الله افتقد هذه الاسره بتدخله العجيب كمان في اختبار آخر أشكر الحبيب يسوع المسيح وأشكركم على كل برامج قناة الحياة لأني كنت مسلما وأنا الآن مسيح منذ أكثر من ثمان سنوات إذا عرفت كم أحبني سيدي وكم يهتم بي فأصبحت أطلب منه دون خجل لأنه يعظم انتصارنا بالذي أحبني حتى الموت على الصليب اختبار آخر كمان اختبار آخر أنا من خلفية غير مسيحية وبينما أشاهد التلفاز لفت نظري قناة الحياة ببرامجها الرائعة قبل هذه المشاهدة ظهر لي السيد المسيح في حلم يعني الرب اخترق حياة الأخ دوا بحلم لكنه مش عارف يعني ايه الحلم ده وبعدين لما بدا يتفرج على قناه الحياه everything makes sense بدات الامور توضح قدامه ايه ده 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 بيتكلموا عن الشخص اللي انا شفته في الحلم ده بنسميه تدخل إلهي. الله بيدور علينا. الله بيدور عليك وما بيدور عليك. الله بيريدك وما يريد خلاصك وحياتك الأبدية. هتقول لي ما أصل أنا مش فاهم يعني ايه الله واحد والله ثالوث ويعني ايه المسيح اتجسد ويعني ايه المسيح له طبيعة إنسانية وطبيعة اقولها أقول لك بولس كان عنده اسئلة أصعب من دي وكان عنده منطق أصعب من المنطق بتاعك والرب غيره بأسئلته والرب يريد أن يغيرك تدخل إلهي المبدأ الثاني بيتحول الإنسان من متكلم سيد للموقف أنا اللي أنا السيد الموقف كله إلى بولس الرسول اللي قال فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا لها آه لما نهدى كده نهدى نهدى قدام رب نقول له فهمنا فهمنا يا رب عايزين نعرف عايزين نفهم اسمعني صوتك كلمني قل لي قل لي ايه صح فسمع صوتا قائلا له شاول شاول لماذا تضطهدني يمكن بقالك سنين بتدور على الرب يمكن بقالك فتره تركت الاسلام ومش عارف تعمل ايه اطلب من الرب النهارده سمعني يا رب صوتك سمعني صوتك ارني وجهك ارني وجهك حاجه الثالثه ندرك اننا خطاه يوم ما نقف قدام الرب يوم ما نقف قدام أنفسنا يوم ما حتى بنقعد مع أنفسنا كده بندرك إلى أي مدى إحنا وحشين إلى أي مدى إحنا خطاة إلى أي مدى إحنا في كل أفكارنا وفي كل أفعالنا خطاة حجيت عشر مرات بتصوم رمضان كله بتصلي كل الفروض لكنك مذلت ما زلت عايش في الخطيه وما زالت الخطيه لها سلطان على حياتك ويمكن بتوصل الى مرحله انك تكره فيها نفسك لكن المسيح اتى من اجل الخطاه لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى أتى عشان يدي لك نصرة وحرية من الخطية أتى عشان يدي لك حرية تبقى إنسان حر تعرفون الحق والحق يحرر أنا يسوع الذي أنت تضطهده تسليم الحياة تسليم الحياة للرب بولس قال للرب إيه بقى الخطوة الأخيرة يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك: ماذا ينبغي أن نفعل أو تفعل؟ يا رب ماذا تريد مني أن أفعل؟ تفتكروا ربنا عايزنا نعيش وخلاص ونموت وتنتهي حياتنا تفتكر ان انت عايش حياه ليها معنى هل الحياه اللي انت عايشها ليها معنى هل ليها هدف هل علاقتك مع ربنا فيها فرح سلام مش ممكن ابدا تختبر ده بعيد عن الايمان المسيحي مش ممكن ابدا تصير ابن لله وتقول له ابانا الذي في السماوات ان لم تصر اولا ابن لله الله يريد خلاصك بولس بولس ما كانش ابدا بيفكر انه ممكن يقبل المسيح وبولس عمرها ما جات على باله انه ممكن يصير واحد من اتباع المسيح لكن الله اخترق حياته. والله ممكن يكون بيخترق حياتك الان، مجرد ان انت بتشاهد البرنامج دون. الله عايز يدخل حياتك ويخترقها. الله عايز ينتشلك. يخرجك من اللي انت فيه. يعطيك حياة وغفران وقبول وشركة يملأ حياتك بسلامه العجيب أنا عايز أقول لكم حاجة أن حياة بولس اتغيرت بالرغم من أن الظروف اللي حواليه لم تتغير اصلي ان انت تسلم حياتك للمسيح ويكون المسيح من النهارده مخلص وملك على حياتك سلام المسيح يكون معكم